مشروع قانون المحروقات الجديد الموضوع الاكثر اثاره للجدل هذه الايام في الجزائر وعلى جميع المستويات. مواقع التواصل الاجتماعي مثلا تعج بالمنشورات المندده بهذا المشروع حتى قبل التعرف على ما فيه من مواد. فماذا يحمل هذا المشروع بين ثناياه؟ La <applause> également oblige à faire travailler C'est d'avoir plus d'intégration nationale, c'est de permettre aux entreprises nationales et aux Algériens de participer beaucoup plus dans le, le, les, efforts, les efforts de, de développement et d'avoir un système fiscal plus incitatif. مشروع القانون التمهيدي المتعلق بقانون المحروقات يضمن للوكاله الوطنيه لتثمين موارد المحروقات وسلطه ضبط المحروقات تسيير معطيات الحقول النفطيه وتحديد السياسه الوطنيه للمحروقات كما تتحكم هاتين الوكالتين في منح عقود الاستغلال وكذا فسخها نص المشروع أبقى على حق الشفاعة لصالح سوناطراك للحيلولة دون منح حصص شركات أجنبية في الحقول النفطية والغازية لصالح شركات أخرى المشروع منح أيضا الأفضلية للشركات الوطنية في أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز كما أنه حافظ أيضا على حق الامتياز لصالح الشركة الوطنية بإبقائه على قاعدة 51-49 السيادية في المقابل يرى خبراء تقويون أن مشروع القانون الجديد منح ثروة جديدة للأجانب تتمثل في إتاحة الاستكشاف بدون عمق محدد أمامهم وهو ما كان سابقا حكرا على سوناطراك. ويتم اللجوء للأجانب فقط في حالة الأعماق التي لا يمكن لسوناتراك أن تشتغل على مستواها لعدم امتلاكها للتكنولوجيا والإمكانيات صحيح أن موضوع قانون المحروقات هو ملف استراتيجي وجب اخذ كل الوقت لتمحيصه وتدقيقه والبحث في جميع الاتجاهات عن انجع الحلول بما يضمن السياده الوطنيه لتفادي الوقوع في ازمه اقتصاديه خطيره قد تهدد الامن القومي للبلاد